ولكم الآن هذه المجموعة من الأخبار المتفرقة. في فرنسا توفي أحد الأشخاص بعد إصابته بالفيروس التاجي أو ما يعرف بفيروس كورونا الجديد، واكتشف الأطباء إصابة المواطن بهذا المرض بداية الشهر الجاري. يذكر أن أعراض هذا المرض تشبه أعراض فيروس سارز الذي أودى بحياة حوالي 800 شخص قبل 10 سنوات. علقت منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مدينة باكستانية اليوم الثلاثاء بعد إطلاق النار على 2 من الطاقم الطبي في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد، وهو ما أدى إلى مصرع أحدهما. اندلعت النيران في باخرة سياحية كان على متنها أكثر من 3000 شخص في منطقة الكاريبي، واستغرقت عملية إطفاء الحريق ساعتين، ولحسن الحظ لم يصب أحد في الحريق الذي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه. هذا وقد توجهت الباخرة بعد الحادث إلى ميناء فريبورت التابع لجزر البهاما. ازداد نشاط بركان كوباهوي الواقع في منطقة حدودية بين الأرجنتين وتشيلي بشكل يدعو إلى القلق، وهو ما دفع حكومتي البلدين إلى مطالبة 3000 شخص بإجلاء مساكنهم في محيط يبلغ 25 كيلومترا مربعا.